مساء الخير مشاهدينا الكرام وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي دار الجيل اللي إن شاء الله مشاهدينا الكرام نطلع عليكم دائما في مساء يوم السبت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اللي حاب يتشارك معنا بالحلقة ويتواصل معنا ما عليك إلا إرسال مسج بحرف لام أو ال بالإنجليزي على الأرقام الظاهرة على الشاشة كذلك عندك التواصل الاجتماعي استطاعتك تبعث اي سؤال حاب توجهه لضيوفنا وان شاء الله راح اخذ هذا السؤال ووجهه لضيوفي. اليوم مشاهدينا الكرام حلقتنا مميزه وسوف نتحدث عن قطاع مهم وحيوي الا وهو الحركه التعاونيه الاستهلاكيه الكويتيه الذي تعتبر هذه الحركه مفخرة لدوله الكويت، هذه الحركه اللي هي اكبر سوق تجزئه على مستوى الدوله، كذلك عندك هي تعتبر الخط الدفاع الأول للمستهلك والمواطن بسبب غلاء الأسعار كذلك تعتبر من قطاع تعتبر الأمن الغذائي الحقيقي وخير دليل أثناء الغزو الغاشم هذا الأمن الغذائي للجمعيات واصلت في الأشهر لأخواننا المواطنين الكويتين الصامدين وكانت الحركة التعاونية خير أمن غذائي لهذا البلد تعتبر يعتبر اتحاد الجمعيات مشاهدينا الكرام أكبر مجلس إدارة على مستوى الكويت هناك مجلس الأمة خمسين عضو واتحاد الجمعيات خمسة وخمسين عضو في قادم الأيام راح يزيد إن شاء الله رغم شوائبها إلا أنها تعتبر مفخرة لنا حصدت الكثير من الجوائز العالمية والعربية والخليجية اليوم مشاهدينا الكرام معي ضيفين عزيزين وهم مرشحين لرئاسة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بداية أرحب في ضيفي الأول الأستاذ سعد الشابو ممثل جمعية سالم حياك الله أستاذ سعد, سعد حياك يا مرحبا فيك هذه الساعة مباركة الله يبارك فيك كذلك أرحب في ضيفي الثاني الأستاذ عبد العزيز السمحان ممثل جمعية حطين حياك الله أبو بدر الساعة مباركة الله يحييك أبو خالد الله, الله يسلم إن شاء الله مشاهدينا الكرام من هذه من خلال هذه الحلقة سوف يكون الحوار طرح راقي وعقلاني دون اسفاف او تجريح ابي اخذ ما في جعبه ضيوف الاثنين من افكار ومعلومات ان شاء الله اذا الله وفق واحد فيهم نبي نشوف شنو راح يقدم لهذه الحركه. بدايه مشاهدينا الكرام نشوف السيره الذاتيه لضيفيني ونرد لكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام ما زلنا متواصلين وياكم مع ضيوفنا واحب بس انوه سبب تاخير الحلقه عشر دقائق من ضيفين اثنين هم متاخرين واحد كل واحد فيهم حاضر قبل الحلقه بدقائق بدايه خليني اوجه اول سؤال الاستاذ سعد الشبو يعني سبب نزولك لرئاسه اتحاد الجمعيات ما هي الاسباب وجهه نظرك بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله الطيبين الطاهرين بدايه نشكرك على هذه الدعوه الكريمه وانا سعيد بتواجدي مع اخوي عبد العزيز السمحان ابو بدر واسال الله العظيم ان يوفقنا ان شاء الله لما يحب ويرضى في خدمه هذا الوطن <applause> واسال الله العلي العظيم اذا كان فوزي في راس اتحاد عياد في خير علي وعلى اهلي وعلى ديني وعلى بلدي الكويت وشعب الكويت ان الله يكتب لي فيها نصيب واذا كان فيها شر وضرر ان الله يبعدها عني يوليها لمن هو يستحقها ان شاء الله وينولها ما في شك ان اسباب النزول كثيره استاذ ابو خالد وبدايه حق مشروع لكل تعاوني عنده القدرة على العطاء وعلى العمل في مثل هذا المجال وأنا أمام أنت رأيت أن الأجواء مناسبة خصوصا بعد عودة الانتخابات بعد انقطاع خمس سنوات وشفت أن الأرضية مناسبة وأن الفرص متساوية للجميع بغض النظر عن انتخابات السابقة الانتخابات السابقة مثلك عارف أن كانت في مجاميع مسيطرة لمدة أربع سنين خمس سنين وربع بعض كان صعب اختراقها حاليا الأرضية جديدة كأن انتخابات تجرى لأول مرة وبعد استشارة المغربين من إخواني المخضرمين ومن إخواني التعاونيين وبعدين توحدت الآراء والأهداف قررت نزولي لرئاسه الاتحاد. انا بدايه منصب رئاسه الاتحاد امانه يفضل ان يكون حيادي، انا موظف حكومي لا مصالح تجاريه ولا مصالح متشابكه مع اي احد ولم اعمل باي شركه قد تؤثر علي في المستقبل في حاله وصولي لرئاسه الاتحاد أن يكون لها مصالح تجاريه مع الاتحاد. ولذلك انا لدي الخبره التعاونيه والوظيفيه الكامله وعندي تحصيل علمي مناسب لشغل هذا المكان. انا عضو سابق في جمعيه السالميه في الدوره التعاونيه من عام 2006 ل 2009 ارتأيت اني اوقف شويه عن العمل لظروف خاصه ولاعطاء فرصه للاخرين لانعاش العمل التعاوني وانا من الناس اللي اؤمن بالتغيير والتجديد وضخ الدماء امانه لما قررنا هالسنه النزول في قائمه في جمعيه السالميه تم تزكيتنا من قبل اهالي السالميه من قبل روادها من قبل المسنينها من قبل امهاتها من قبل الوجهاء فيها واعطونا هذه الثقه العاليه العاليه اللي انا امانه أن اؤمن فيها وبحكم عملي كذلك وزارة الشؤون وارتباطي بالتعاونيات من خلال اللجان انا ما كنت بعيد عن الاتحاد كنت اسمع وارى وملم تقريبا ثقافتي فيه عاليه ولذلك انا قررت اني انزل انا عموما شغوف بالعمل التعاوني منذ عمر اظافري تحديدا من الغزو العراقي الغاشم الله لا يرد علينا حيث أن ذاك الحين كنا مجموعة شباب اشتغلنا بالجمعية كعمل تطوعي واحتكينا بالمخضرمين آنذاك ذاك وهم الذين وضعوا فينا أول بذرة لحب العمل التعاوني الاتحاد منذ حل مع الأسف لم يفعل تفعيل صحيح الاتحاد لحد الآن مكانك راوح لذلك يحتاج وجوه جديدة وشباب دامة وأن يكون في مجال حق العطاء أكثر وأكثر الحمد لله بالسابق أنا ناشدت من خلال كذا لقاء تلفزيوني وأذكر من خلال قناتكم نعم. المسؤولين إعادة الانتخابات والديمقراطية للتعاونيين ولا الحمد حاليا نحن نعيش هذا العرس الانتخابي للتعاونيين نعم. كذلك أستاذ عبد العزيز السمحان ما سبب نزولك لرئاسة اتحاد الجمعيات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي. في البدايه يعني اشكركم على الدعوه الكريمه في, في هذا البرنامج ووجودي مع ضيفكم اخوي سعد الشبو والله يجزاه خير على الدعاء اللي ابتدى فيه يعني وهذا دعاء اللي يمكن احنا خلال الفترة هذه يمكن اغلب يمكن الناس اللي متوجهة لتشكيل الهيئة الإدارية للاتحاد تردد هذا الدعاء هذا في اغلب الاوقات ان كان لنا خير في هذا العمل هذا يا رب العالمين تقربه لنا وان كان هناك اي ضرر او اي شر او اي امر يسوء يا رب العالمين ان شاء الله تصرف عنا الله طبعا النزول الى رئاسة الاتحاد والتفكير في رئاسة الاتحاد طبعا الفكرة ما كانت يعني مع إعادة الانتخابات الفكرة قائمة من 2010 من بعد ما آه الحمد لله حصلت على رئاسة مجلس إدارة جمعية حطين، ومن بعدها تم دخولي إلى الاتحاد آه بمقرر لجنة الأسعار، ومن بعدها رئيس لجنة الأسعار. خلال تواجدي برئاسة لجنة الأسعار يمكن من 2010 إلى يمكن الوقت القريب يمكن ما قبل أسبوعين بعد استقالتي من منصب رئاسة مجلس إدارة الجمعية وحصولي على منصب ممثل للجمعية لدى الاتحاد تقريبا عندي تواجد شبه أسبوعي في الاتحاد متابع لأعمال الاتحاد متابع لمشاكل الاتحاد متابع يمكن حتى بعض يمكن لو نقول هناك في ايجابيات وفي سلبيات تحصل هذه المتابعين لها الحركه التعاونيه يعني يمكن اتضح ان هذا الاتحاد هو هرم الحركه التعاونيه يمكن كلنا هذا شيء يعني لا يخفى على يمكن التعاونين خاصه أنه يمكن صار عندنا ركود في العمل التعاوني خلال فتره التعيين في اتحاد الجمعيات الركود هذا طبعا صاحب بعض الاضرار اللي وقعت يمكن على اغلب الجمعيات وعلى الحركه التعاونيه ككل. الافكار موجوده، الاصلاحات موجوده، الحلول موجوده لاعاده وتقويم هذا العمل والنهوض فيه وتحقيق ما يصبو اليه كل تعاون ان شاء الله. لذلك يعني كنت متوقع باي لحظه يعني يمكن بال 2010، بال 2011، بال 2012 بال 2013 هناك يعني يعني شيء لابد ان يعود الى مجراه الصحيح هو ان الاتحاد يكون اتحاد منتخب للتعاونيين حصل هذا خلال الفتره السابقه يمكن في منتصف شهر خمسة تم الدعوه للجمعيه العموميه وكذلك لتشكيل الهيئه الاداريه للاتحاد لذلك يعني اهم الواحد لازم يكون عنده السؤال والاستفسار واخذ النصيحه الحمد لله يمكن في صار يمكن يمكن مو اعطاء النصيحه بل بالعكس زياده هو الدفع الى الـ الى الى قياده يمكن ورئاسه الاتحاد آه الحمد لله هذا شيء يعني يعني يعود الى الى, إلى, إلى الشخص يعني بالايجاب يعطيه الدافع يعطيه الحماس انه يجد ناس هي اللي تدفع فيه عكس انه هو يبي هالشيء هذا والحمد لله آه ان شاء الله يمكن احنا بوضع البرامج اللي قاعد ننسقها مع تشكيلنا للتكتل تكتل التعاون اللي صار يمكن والحركه اللي قاعد تتم من خلال هذا التكتل، الحمد لله يمكن حتى برامج تم وضعها واساسات تم وضعها للمرحله القادمه ان شاء الله. نعم ان شاء الله، بس احب انوه مشاهدينا الكرام ان عمليه انتخابات اتحاد الجمعيات، مجلس اداره اتحاد الجمعيات باقي له اقل من 48 ساعه، ان شاء الله يوم الاثنين القادم الموافق 11/6 في تمام الساعه الرابعه والنصف مساء. في اتحاد الجمعيات ونقول ان شاء الله باذن واحد احد ان الله يوفقهم ويوفق اخوانهم اعضاء مجلس الاداره. استاذ سعد في حال فوزك ما هو اول قرار راح تتخذه؟ فعلي. قرار فعلي بدايه هناك طبعا الكثير من الامور اللي بس اول على قرار يعني, يعني اول قرار, قرار انا اعتقد توحيد الحركه التعاونيه. اول قرار فعلي مفترض انه يتم. توحيد الحركه التعاونيه حاليا قاعد نشوف الحركه التعاونيه افتقرت الى العمل الجماعي القديم ايام المخضرمين، حركه التعاونيه حاليا اه طغت عليها التصرف او العمل الفردي اكثر من الجماعي، فلذلك مفروض او يفترض 55 جمعيه بالاسم يعملون باسم جمعيه واحده اللي هي تحت مظله الاتحاد. نعم. هذا هو. نعم، استاذ عبد فوزك ان شاء الله والله يوفقك ما هو اول قرار يعتبر رقم واحد عندك راح تنفذه؟ ان شاء الله طبعا هي قرارات كثيره ولكن انت تحديد القرار تحديد انا انا اجد ان هناك امر جدا مهم يصب في صالح يمكن الجمعيات التعاونيه لان هذا هم يمكن لمسناه في بالفتره السابقه هو موضوع ال 30% الخاصه باملاك الدوله الفروع المستثمرة الفروع المستثمرة والخصم 30% على الجمعية للافرع المستثمرة لان هذا الامر يمكن احنا قاعدين نشوف املاك الدولة لما تروح وتعطي يمكن التجار او المستثمرين خارج اطار الجمعية التعاونية يكون القيمة للمتر 100 فلس او اكثر بقليل بالمقابل لما تكون هناك اموال مساهمين المنطقة وهم يعني ليسوا بتجار كثر ما هما ناس يبحثون عن العمل الاجتماعي يكون الخصم عليهم يقع 30%